السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على خير المرسلين. اليوم البنات جبت لكم واحد الشهدة، مقادير جد بسيطة ولكن هي كتجي زوينة ورائعة، وإلا جربتوها غتولي معتمدة عندكم، وراه كتجي الفطور والكوتي، ونقدروا نديروها حتى بالنسبة إلى كانوا عندنا الضيفان، راها كتجي زوينة خفيفة والمقادير ديالها عاديين، فيها دقيق، زبدة، سنيدة وبيض، مقادير جد عادية وبسيطة ولكن راه كتجي رائعة وغزالة. هانتوما، نتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبتكم ديروا لي لايك، واللي ما مشاركش في القناة ديالي يشارك فيها. ودابا ندوزو للمقادير. المقادير اللي عندنا ديال هاد الشهدة، عندنا هنا 500 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، وجوج بيضات كاملات، جوج ديال الملاعق كبار ديال الزبدة بحرارة المطبخ، جوج الملاعق ديال حليب غبرة، جوج ملاعق كبار، ملعقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات أو خميرة معجونة، وثلاثة الملاعق كبار ديال سكر سنيدة أو سكر حبيبات. عندي هنا 250 مليليتر ديال المدافي، اي رابعة ديال المدافي، وهاد الدقيق راه درت فيه معلقة صغيرة ديال الملحة. اش غنديرو في الاول؟ بسم الله على بركة الله، غادي نخد هاد الخميرة اللي عندي ونديرها في هاد المدافي، نخلطها شوية، وغادي نخليها شويه واحد جوج دقائق ولا ثلاثه حتى كترطاب وكتفاعل. من بعد غادي نخد السوبر اللي عندي، ندير فيها هنا الدقيق راه فيه الملحه، وغندير فيها السكر سنيده، وغادي نزيد الحليب غبره، غادي نخلط هاد النواشف عندي مزيان، وغادي نزيد هاد الماء اللي عندي فيه الخميرة، وغادا نضيف هاد جوج بيضات اللي عندي كاملين، غادي نخلط هاد المكونات اللي عندي كاملين، من بعد ما تخلطت ليا المكونات كاملين غادي نحيد هادي، ندهن شويه السطح العامر، باش ندكها مزيان، نحتاج انني ندلكها مزيان حتى ما تبقاش كتلصق. ندلكها غير بهالطريقة هكذا،
دابا ندير هكذا باش ما تصحش، ندير هكذا وغندير فيه هذيك الزبده اللي عندي راه بحراره المطبخ، قيمه جوج ديال ملاعق كبار هكذا، غنبقى ندير هكذا. انا هنا خديت هاد السوبيره وندهنها مزيان بالزيت وغادي ندير فيها العجين اللي عندي هكا، وغادي نغطيها ببابي سيفريتي وغنخليها حتى تخمر. دابا من بعد ما خمرت هاد العجين ديال الشهده ديالي غادي نشطها ونديرها كويرات بحال بغي ندير مسمنات هكذا. كويرات صغار حتى نكمل العجين اللي عندي كلها. من بعد ما كورت هذوك العجينه اللي عندي هكذا ديال الشهده كلها، انا هنا خديت هذا سميتو هكذا مستطيل، نتوما تقدروا تخدوه دائري ولا كيف ما بغيتوا، ليسونسييل انه يكون على قدر هذا العجين اللي عندكم باش يقدكم. دهنت هكذا بالزبده وغادي نخوض كل كويره كندير لها هكذا بيدي بحال كنقرصها، وكندير فيها واحد المرسو ديال الشوكولا وكنجمعها غير هكذا وكنحطها. كويره اخرى غادي نفتحها بحال هكذا بيدي وندير فيها حتى هي مرسو ديال الشوكولاط، كيف ما كان الشوكولاط الا كان مربعات صغار نديرو مربع صغير، الا كان عندنا من داك اللي مربعات كبار نقطعوه هكذا ونحط نبعدها على نبعدهم على بعضياتهم شويه لحقاش باقيين غادي يخمروا. كنجمع وكنحاول باش نخلي داك الهواء لداخل، كنبركش عليها بزاف هكذا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كلها غادي نغطيهم هكذا ونخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما خمرت الشهده ديالي درت هنا صفر البيض ودرت معاه شويه ديال الحليب شويه تقيمت معلقه ودرت واحد قطرات ديال الخل باش حيد الزفر، وغادي ندهن هكذا. نحاول باش ندهن غير من الفوق باش ما نهبطش العجينه ديالي راه خامره. انا دايره الفران كيسخن على 180 درجه، غادي نشعل عليه، دايره مشعل من الفوق ومن تحت، ولكن غنطفي الفوق ونخلي غير لتحت حتى تدوز ديك 15 دقيقه تقريبا، ما بين 15 حتى 20 دقيقه ونشعل عليه من الفوق باش ياخذ اللون من الفوق. صافي
هي الشهادة ديالنا في الفران، دابا صافي طابت، غادي نخرجها من بعد ما دازت ربع ساعة 15 دقيقة. هي طابت، شعلت عليها من الفوق، تحمرت شوية من الفوق، وانا غادي نخرجها. هذه هي الشهادة ديالنا من بعد ما طابت، عجبات الشكل زوينة وطبا مزيان، باقا سخونة لكن انا غادي نحاول باش نحيدها. غادي نحيد واحد الوحيده باش نشوفها كيفاش كتجي. كيفاش كتجي؟ كتجي هشيشة ورطبة زوينة. سخونة ولكن انفغاتت، كيجي فيها داك الشوكولاتة زوين من الداخل. هاد الشهدة راه كتجي رائعة، كونوا على يقين راه إلا درتوها غادي تعجبكم وغادي تولي معتمدة عندكم. نتمنى أنها تعجبكم، وإلا عجباتكم قولوها لي في لي كومونتير وديروا لي لي لايك باش تزيد القناة ديالي توسع وتنشر اكثر. وجزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.